خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل. بينورنا دلوقتي على التليفون الكاتب الصحفي احمد ناجي امحى، رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه. مساء الخير على حضرتك. برايك الغايه وراء هذه الادعاءات اللي يمكن دي مش المره الاولى، سواء من الجانب الامريكي وكمان من الجانب الاسرائيلي، فيما يخص معبر رفح ودخول المساعدات من الجانب المصري. مساء الخير على حضرتك استاذه هدير والساده المشاهدين والمتابعين. بالطبع كما تفضلتي واشرتي، تصريحات غير مسؤولة وتحمل توتيرا للأجواء، وجاية في توقيت غاية الأهمية. ليه تصريحات جو بايدن الرئيس الأمريكي جاية في توقيت في غاية الأهمية، على الرغم من كل الملاحظات اللي ممكن تؤخذ على أدائه في الفترة الأخيرة وآخرها حديثه مع الرئيس الفرنسي ميتران، وأشار أنه كان بيتكلم مع المستشار الألماني ميتران. يعني ما تخليناش، مش عايزين ندخل في هذه الجوانب، لكن احنا بيهمنا لماذا تصدر مثل هذه التلميحات في هذه التوقيتات وبعد زياره بلينكن كمان للمنطقه. صحيح. اللي شاف بعينه واستمع واكد، يعني احنا يهمنا هنا ان احنا نرجع كمان لتصريحات بلينكن وزير خارجيته اللي اكد فيها على الدور المصري وتقديره وتثمينه لما تقوم به الدوله المصريه من مجهودات لانفاذ المساعدات الانسانيه، ما تقوم به الدوله المصريه من مجهودات من خلال اتفاق الاطاره لالتزام التواصل اليه في باريس بهدف اقرار هدنه جديده بحثا عن السلم والامن والاستقرار والتعاون في هذا الاقليم. مش عايز اقف عند تصريحات بايدن، يعني حد مش عارف يتكلم يفتكر اسم وزير دفاعه، ده حصل الكلام ده 3 مرات، فمش عايزين نقف عندها، لكن عايزين نقف عند استخدامها في منتهى الاهميه في هذا التوقيت من زاويتين. لا ننسى السرديه الاسرائيليه اللي تم ترديدها امام محكمه العدل الدوليه في لاهاي، ده امر في منتهى الاهميه، وده يمكن يكون كارت جديد يمكن استخدامه من هم بيتكلموا على ان رئيس اكبر دوله في العالم بيقول نفس الكلام. وارد. الامر الثاني ان تم عايز اتوقف مع حضرتك هنا يا استاذ احمد على الربط ما بين ما يحدث امام محكمه العدل الدوليه من مثول اسرائيل للمره الاولى امام محكمه العدل الدوليه بطلب من جنوب افريقيا، وهذه الادعاءات الى اي مدى يمكن الربط بينها بعدما وضحت جنوب افريقيا بالكثير من الادله ما تفعله اسرائيل في غزه، ويعني جرائم الحرب والتجويع والاثاره على التهجير القسري امام العالم كله، مما لا يدع باب امام اي دوله لدعم اسرائيل الا الولايات المتحده الامريكيه. التصريحات الصادره عن الولايات المتحده الامريكيه تصريحات دبلوماسيا داعمه للقضيه وللمواقف والجهود السلميه اللي بتحدث. على ارض الواقع تمارس الولايات المتحده الامريكيه سياسات تتنافى مع ما يتم التصريح به، امر في غايه التناقض وغايه الغرابه في هذا التوقيت. دي حاجه، الحاجه الثانيه ان الادعاءات الاسرائيليه تم تفنيدها مباشره، يعني ما ننساش ان لما اسرائيل تحدثت بهذا الشان قامت الدوله المصريه ونفت ده، ويمكن في تصريح مهم للسيد ديار رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات في هذا التوقيت اكد فيه على الدور المصري. الدوله المصريه بتستخدم ادواتها الدبلوماسيه برشاده وعقلانيه وتوقيتات مناسبه جدا وفقا لتطورات الاوضاع. مصر تهدف الى التصعيد، عشان كده جاء الرد والبيان المصري النهارده. الرد والبيان المصري النهارده تعامل مع تصريحات جو بايدن بمنتهى الدقه والرشاده وتعبيرا عن عمق اداء مؤسسات الدوله المصريه. مصر كان يمكن لها ان تصعد بناء على هذا الاطار الذي تم في تناول جهود الدوله المصريه من قبل جو بايدن، لكن مصر كانت تدرك ان هذا التوقيت يمكن ان يمثل رغبه في التحلل من الالتزامات الامريكيه، امر في منتهى الخطوره. مصر شايفه كويس قوي ان هذه التصريحات مش بس بتخدم دوله الكيان، لكنها ايضا تخدم تنظيم ارهابي سوقت لجانه الالكترونيه، لجان الذبابيه على مواقع التواصل الاجتماعي للكثير من هذه الادعاءات في خلال فتره زمنيه قليله جدا، يعني 3 ساعات قامت هذه اللجان الإلكترونية لتنظيم الإرهابي بتصدر محركات البحث على التواصل الاجتماعي. لا يمكن ان انا افصل ان انت بتقدم لهم هدية، انت بتقدم هدية لدولة الكيان وبتقدم هدية لهذه التنظيمات. طب مصر اتعاملت مع الموضوع ده ازاي؟ اتعاملت مع الموضوع ده زي ما قلنا برشادة وبمنتهى الدقة والشرف. لو حضرتك بنبص للبيان، البيان ابتدى بالتذكير على الروابط الاستراتيجية التي تجمع الدولة المصرية والولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. البيان أكد بعد ذلك على الجهود المستمرة وبناء على المشاورات واللجان والزيارات المتبادلة بين المسؤولين المصريين والمسؤولين الأمريكيين بشأن هذه القضية بالتحديد. البيان أكد على الدور المصري
بينا تماما ماذا فعلنا لهذه القضيه منذ اندلاع الاحداث، وهذا الامر لا ينفصل. يعني ما يحدث من تداعيات ما بعد 7 اكتوبر 2023 حتى هذه اللحظه لا يمكن ان احنا نفصله عن المخطط الذي ترسمه دوله الكيان برعايه امريكيه باتت واضحه الان بهدف تدمير القضيه الفلسطينيه او بهدف القضاء على القضيه الفلسطينيه. مصر تذكر الولايات المتحده الامريكيه ان هناك روابط استراتيجيه بمنتهى الدبلوماسيه وبعبارات رشيقه وبعبارات دقيقه جدا. ما يربطنا معا هي علاقات استراتيجيه ونحن متوافقين على هذه الحلول، وسمعنا منكم كثيرا عن تقديركم وترحيبكم بالجهود المصريه. ما الدوله المصريه تعففت عن ان تذكر تصريحات بايدن مباشره، ولكنها خاطبت عقل المؤسسات الامريكيه. خاطبت عقل المؤسسات الامريكيه، وده امر مهم جدا. مصر وضحت في باقي البيان في اجزاء منه كثيره ما قامت به من جهود على المستوى الرسمي، على المستوى المنظمات المجتمع المدني، على مستوى الشعب. اللي حضرتك ويمكن الدور ده استاذ احمد كان دور واضح جدا للجميع، للمصريين وللعرب ولكل العالم، انه الدوله المصريه كل يعني قطاعاتها اشتغلت بالتوازي لانفاذ المساعدات لاخواتنا في غزه، ومحدش اتاخر لحظه عن ده، ويمكن ده كان واضح. كيف يمكن ان تنكر الاداره الامريكيه هذا اليوم؟ هي لم تنكره يا فندم، انت لا تستطيع ان انا مش عايز نتعامل، ما انا عشان كده بقول لحضرتك البيان المصري موجه الى مؤسسات الدوله الامريكيه. لا ينبغي التعويل كثيرا على هذه التصريحات التي صدرت عن بايدن في هذا التوقيت الذي لا يدرك حدود الدول ولا موقعها ولا يدرك حتى اسم وزير دفاعه، دي حاجه تخصه. انما احنا بنخاطب مؤسسات الدوله الامريكيه المعنيه باداره التفاعلات واداره الازمه في الاقليم ان تعي جيدا ان الجهود المصريه لم تنقطع. مصر لما تعرض المعبر للقصف 4 مرات، والبيان ذكر ده واكد عليه، مصر قامت باعاده تاهيل المعبر ثاني لاعاده انفاذ المساعدات الانسانيه. مصر كانت حريصه على التوصل الى اتفاق الهدنه بالتعاون مع شركاء اقليميين يدركوا ان استمرار هذه التداعيات لهذه الاحداث يمكن ان يقود المنطقه الى جحيم. مصر وصلت الى الهدنه الاولى وانتهت الهدنه الاولى. هل انقطعت الجهود المصريه؟ لا، لم تنقطع الجهود المصريه، استمرت جهود الاغاثه وانفاذ المساعدات الانسانيه والغذائيه، وفي نفس الوقت استمرت الجهود الدبلوماسيه والجهود الامنيه من اجل التوصل الى اتفاق جديد. يمكن الاتفاق الاطاري في باريس بيلخصه كتير جدا. طيب مصر بتؤكد بقى في النهايه على مواقفها الثابته، احنا عندنا مواقف ثابته بنفكر بيها بقى مؤسسات الدوله الامريكيه. صحيح. ان احنا لا يمكن لينا ان احنا نتخلى عن القضيه الفلسطينيه، القضيه الفلسطينيه قضيه مركزيه للدوله المصريه. لان الامن المصري يرتبط بتامين كامل الحدود المصريه. ومن ثم الدوله المصريه لن تسمح بتهديد الدوله المصريه في اي اتجاه من الاتجاهات الاستراتيجيه للامن القومي المصري. صحيح. الدوله المصريه اكدت ان هي ترغب في وقف اطلاق النار، ترغب في انهاء المعاناه الانسانيه بصوره مباشره، تهدف الى التعاون وحث الجهود من اجل مساعده منظمه الاونروا التي اوقفت الولايات المتحده الامريكيه تمويلها لاعاده انفاذ المساعدات الانسانيه الى داخل فلسطين. وفي النهايه اكدت مصر انها ضد اي محاولات مساعي تبذل لتهجير فلسطين من ارضه، وان هي ستواجه هذا الامر بقوه لان فيه تهديد بتصفيه القضيه الفلسطينيه التي لا تسمح مصر بتصفيتها. البيان في مجمله بيان دقيق رشيد عقلاني، لم يعنى كثيرا بالتفاعل الانفعالي مع ما ورد في تصريحات بايدن من اساءات للدور المصري، ولكن الدوله المصريه تعاملت معامله الكبير القوي الذي يدرك كيف يمكن له ان يحافظ على حدود امنه القومي. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي احمد ناجي قمحه رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.